الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أحمدك اللهم أهل الحمد أهل الثناء والمجد، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: إن عدد الملائكة تلك الليلة، يعني صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، في الأرض أكثر من عدد الحصى. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في أيام وليالي مباركة، هذه الليالي وما بقي من هذا الشهر الفضيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وحتى لو غلب على ظن بعضنا أنها ليلة 27 أو حتى مضت ليلة 25، فقد اقتضت حكمة الله عز وجل إخفاء أمرها عن خلقه ليجتهدوا في العشر كاملة. التمسوها في العشر الأواخر، تحروها، احرصوا عليها. ثم نسأل سؤالا أيضا: حتى لو علمت وتيقنت أنها ليلة 27، فهل يقتصر همك وهمتك على ليلة واحدة؟ وهل أنت في حاجة إلى الله عز وجل في ليلة واحدة دون سائر الأيام والليالي؟ أم أنك في حاجة إلى معية الله عز وجل في كل وقت وحين؟ وإذا كنت في حاجة إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، فكن في معيته، كن معه يكن معك. ثم إن الله عز وجل قد أخفى رحمته في طاعته، وفي كل ليلة عند كل إفطار لله عتقاء من النار، فاحرص في كل ليلة على أن تكون من المقبولين. ولنكثر من القيام والذكر وتلاوة القرآن في هذه الليالي المتبقية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلعلك أن توافق ليلة القدر أو توافق ساعة رضا وساعة رحمة من الله، فتكون فيها من المقبولين. نسأل الله أن نكون منهم. أيضا في هذه الأيام يحل أوان صدقة الفطر، وهو كما أعلن دار الإفتاء المصرية يجوز إخراجها من أول الشهر على أن تخرج قبل صلاة العيد، ولكن اعتاد كثير من الناس أن يخرجوها في الأيام الأخيرة من الشهر. فنقول لكم: عجلوا ليقضي الفقراء حوائجهم، فظروف الزمان والمكان
وطبيعة الحال تقتضي الآن أن نعجل في هذه الأيام حتى يتمكن الفقير من قضاء حاجته قبل دخول العيد عليه. وهي كما جاء عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم في يوم العيد. وهذا الإغناء يتحقق بالتبكير والتعجيل حتى يكون الفقير قد قضى حاجته مبكرا. وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لصدقة الفطر هذا العام 15 جنيها. حتى من يأخذ الصدقة يخرج صدقة الفطر، من صام ولا من لم يصم، على الكبير والصغير، على الرجل والمرأة، وعلى كل مولود يولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان. لكن هل يكتفى بصدقة الفطر؟ أم أننا في حاجة إلى مزيد من التراحم والتعاون والتكافل؟ هذا أيضا أوان إخراج زكاة المال، ففي رمضان تضاعف الحسنات، وهذا أوان الصدقات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حصنوا أموالكم بالزكاة، عجلوا بإخراج الزكاة، وبالذات في هذه الأيام حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. ليلة القدر ليلة رحمة وسلام وسعادة، فإن وافقتها فعليك بالدعاء الإيجابي، وإياك أن تجعلها انتقاما من أحد أو دعاء على أحد. تقول السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بقي كلمة أختم بها ونحن مقبلون على عيد الفطر. ليلة القدر ليلة رحمة، ليلة سلام، ليلة عفو، ليلة فرحة. وكذلك العيد فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه، سواء بفطر اليوم أو بالفطر الأكبر بعيد الفطر وانتهاء الشهر المبارك وفرحة العيد. ولكن حتى يظل العيد فرحة، حتى يظل العيد فرحة، لا بد من 3 أشياء. الأول التوسعة على الفقراء والمساكين وإغناؤهم من الآن حتى يكون العيد فرحة على الجميع، على الأغنياء والفقراء. هذا هو الجانب الأول، التوسعة على الفقراء والمساكين. الأمر الثاني الذي نؤكد ونشدد عليه، حتى يظل العيد فرحة لا بد أن نلتزم بالإجراءات الطبية الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأن يكون ذلك ثقافة مجتمع ونمط حياة في الظروف الحالية، فهي مصلحة معتبرة شرعا، ومصلحة معتبرة وطنيا، ومصلحة معتبرة شرعيا، ومصلحة معتبرة صحيا، حتى لا نتزاحم فنفقد حبيبا أو أبا أو أما
أو صديقا فيتحول العيد من فرحة إلى حزن أو مأتم والعياذ بالله. فحتى يظل العيد فرحة ينبغي ألا نتزاحم في هذه الأيام، لا التي تسبق العيد ولا في العيد ولا في غيرها، حتى لا نحول العيد إلى حزن بفقد حبيب أو عزيز علينا. الأمر الثالث والذي أختم به، اقتضت بعض العادات على التوسع في زيارة القبور أيام العيد، وبعض الناس يخرجون أفراد وجماعات بتزاحم شديد. ولهؤلاء نقول: إن كانت الزيارة لأجل العظة ففي العام متسع، إن كنت تزور المقابر للعظة والاعتبار بأحوال من مضى ففي العام متسع، واجعل هذا اليوم يوم العيد يوم فرحة وزور للعظة في سائر الأيام، خاصة أن الزيارة غالبا ما تكون فيها مشكلات وخاصة في هذه الأيام. بعض الناس للأسف الشديد يحول يوم العيد يوم الفرح إلى تجديد للأحزان وندب للأموات وخروج إلى المقابر لتجديد الحزن، بما لا يتسق ولا يتناسب مع جلال وفرحة العيد. أما الأخطر من ذلك، فساحات بعض المقابر وجوارها في بعض المناطق تتحول إلى ما يشبه الأسواق المتنقلة أو المؤقتة، فتجد إلى جانب المقابر في بعض الأماكن ما يشبه سوقا كبيرا ويتزاحم الناس، وقد يصاحب ذلك ألعاب للأطفال ونحو ذلك. ربما كان ذلك متاحا ومباحا في الظروف العادية، أما أن يتزاحم الناس الآن في أيام العيد ويخرجون جماعات اتجاه المقابر وتقام إلى جانبها بعض الأسواق، فهذا يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة في ظل هذه الظروف، ولا يتسق مع طبيعة، لا تتسق الحزن مع طبيعة يوم. فإن كنت تريد الزيارة للعظة فاذهب في أي وقت، أما في هذه الأيام فكل ما يؤدي إلى التزاحم وكل ما يؤدي إلى التلاحم وكل ما يؤدي إلى التلاصق ويمكن أن يسهم في نقل العدوى علينا أن نبتعد عنه، ثم إن علينا أن نلتزم ارتداء الكمامة وسائر الإجراءات حرصا على أنفسنا وأهلينا وأحبائنا ووطننا ومجتمعنا، ونعد ذلك جانبا شرعيا ووطنيا وصحيا حتى يظل العيد فرحة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل أيام مصر وأهلها أفراحا. اللهم اجعل أيامنا كلها أفراحا، واجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وأمانك وضمانك إلى يوم القيامة. اللهم عجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين، واهدنا واهد بنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا بركتها، اللهم لا تجعل هذا الشهر يمضي بنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مأجور وتجارة لم تبور. وتقبل منا، عاملنا برحمتك ولطفك لا بضعفنا وتقصيرنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.